كريم، واحنا كنا بنتكلم دلوقتي مع دكتور احمد ثابت، اتكلمنا عن صفقات الاهلي. نعم. خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، قندوسي. نعم. صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي. شايف الصفقه ازاي؟ ازاي يقدر يستفيد منها مارسيل كولر فيما بعد؟ نعم. توظيفه ازاي يكون في الملعب وابرز ارقام؟ طبعا اكيد احمد القندوسي احنا مش لعيب مش غريب علينا، اوريدي شفناه مع افاق سطيف في دوري الابطال، ولما كمان وفاق لاعب النادي الاهلي شفنا احمد القندوسي، واحنا حتى هنا في البيت الكبير مع كابتن اسلام كده كابتن اسامه اشدنا باحمد ان هو كان فعلا ابرز لاعب في نادي الوفاق سطيف لما واجه النادي الاهلي. في وجهه نظري احمد القندوسي في الوقت الحالي هو صفقه ذهبيه. الاسم الصح بس اصل من امبارح قندوسي قندوسي، يعني الاسم هو نسمعها منه بصراحه. هو الصح، هو الصح لما نسمعها منه، بس انا اعتقد ان هو يعني هو معروف باسم قندوسي. فانا اعتقد هو جاي في الوقت المثالي اللي بيقرر فيه مارسيل كولر في تحويل طريقه اللعب للنادي الاهلي من 4-2-3-1 بعد ما اعتمد عليها خلال السنوات الاخيره كلها، وبيحولها ل 4-3-3 بالاعتماد على لاعبين مركز 8 والاعتماد على لاعب فقط مركز 6. ودي شفناها يعني استخدامها باين بشكل كبير جدا جدا في مباراه نادي الزمالك والتقدم اللي كان بيعمله حمدي فتحي. اللي تابع وشاف فيديوهات احمد القندوسي كابتن اسلام وكابتن اسامه يشوف ازاي ان الولد ده فعلا فعلا بيلعب في اربع مراكز. ايه بقى المراكز اللي بيلعب؟ 6 قوي جدا بدنيا، 6 علشان الناس تبقى عارفه ده مركز هاف ديفندر اللي هو ايلي دانك، محمد شوقي، حسام عاشور. دول يعني اللعيبه الكبيره اللي لعبوا في المركز ده. المركز اللي بيجيد فيه نعم قندوسي. ماشي. لعب 8 لان هو مهاري جدا وعنده كنترول على الكوره بشكل مميز جدا وعنده رؤيه ممتازه كاشف الملعب بشكل مميز. ده مركز عمرو السوليه. نعم بالظبط. المركز الثاني بيلعب فيه بسبب ان هو حريف قوي، مركز 10، ان هو لعيب بلاي ميكر، محمد مجدي قفش بالظبط، ويقدر النهارده يعمل ثرو باسز في التلت الاخير من ملعب المنافس بشكل مميز. المركز الرابع ان هو كمان بيلعب جناح هجومي، ليه؟ ان هو عنده غزاره تهديفيه بالنسبه للاعب خط وسط. مين اللي بيدل على كده؟ الارقام، الارقام هي اللي بتاكد هذا الكلام. ازاي؟ النهارده هو في مركز 6 قندوسي لعب 25 مباراة مع وفاق سطيف، أحرز 6 وصنع 4. لما لعب 8 لعب 33 مباراة في مركز 8، سجل 8 وصنع 7. في مركز بلاي ميكر لعب 23 مباراة، سجل هدف وصنع 5. لما لعب جناح هجومي لعب 26 مباراة، سجل 7 وصنع 1. يبقى هنا كابتن اسلام الإجمالي المباريات كلها لعب 107 مباراة في هذا السن، رقم كبير جدا لهذا اللاعب. صنع 1، ساهم في كل اهداف 41 هدف، سجل 22 هدف وصنع 19 هدف. وهنا نلاحظ ان هو قريب، يعني ساعات كده بنشوف كابتن اسامه ان اللاعب صنع اللعب ربما بيصنع كتير ويبقى ما بيسجلش اهداف كتير، لكن ميزه احمد قندوسي انه مسجل 21 وصنع 19، فبالتالي عنده قوه تهديفيه، عنده قوه في صناعه